بنوصل لفقرة All Access by Aline. Aline اللي بتروح زيارة مهضومة عند فنانين بتختارون لحتى يكونوا عم بغيروا هيك شوي هالجو الصعب يلي عم نعيشه نحن. Aline أزعور المر راحت بزيارة عند الفنان ريان، خلينا نشوف تفاصيلها ب All Access by Aline. هاي ضيفنا اليوم بقول اكسس الفنان ريان، اطلعته منا كثيره بس رغم هالشي منضل متابعين اخباره وناطرين جديده، واليوم لقول اكسس اكسكلوزيف بيتزا من ايدين الشيف ريان. مش قادر انسى غيابك وانسى احلى غرام، خبرني بعدك بتحن متلي لهاك الايام. انا مش قادر اطلع منك، كل دقيقة بسأل عنك، جعلي وحياتك حبيبي اذا بعده امري بيهم. هاي ريان. هاي. طب شو هالغيبة؟ يعني صار لك فترة مش قليلة، يعني مش شايفينك على لا على التلي ولا بالاعلام. قصد قصدها يعني هيدا لا هلا انا اكثر شيء عم بين على ام تي في. ايه بزياده ايه بس يعني خفيف باطلالاتك الانترفيوز اذا بدنا. صح، يعني انا كنت فتره بعيده ابتعدت، وهلا يعني نحن رجعنا بفتره الكورونا يعني للاسف، وبتعرفي بهالوقت ما في كثير انترفيوز، وبتعرفي قصه التباعد الاجتماعي، وهلا خاصه انه كمان رجعنا عم نمرق بموجه جديده، فهن الانترفيوهات شوي قليل. يعني بدي اشكرك انه اعطيتنا انترفيو اليوم. لا اكيد انتو اكيد عندكم الحق الحصري بكل شيء. ميرسي كثير. ريان عندك ثلاث البومات بس. صح. ليه عم تبخل علينا بالالبومات؟ انا اكيد كنت اول شيء ماضي مع شركه روتانا، وكانت سياستهم هن بتعرفي اصدار البومات، اصدرنا ثلاث البومات، وانا ابتعدت بال 2011 ابتعدت شوي عن الفن. ليه؟ وكان في ظروف. لا كان في اول شيء صار في فسخ بيني وبين روتانا العقد، اكيد بوجه لهم تحيه اليوم، وصار في عندي ظروف شخصيه منها تعب الوالده الله يرحمها. وكمان كملت دراستي بالجامعة الحقوق، وكنت ناطر يعني شركة إنتاج أو شخص معين أو شخص أقدر أنه أنا أقدر أشتغل، وبتعرفي لأن لظروف الإنتاج طبعا. فاليوم صار في عندي شركة إنتاج RA Production. مبروك. كتير كتير سعيد أنه موجود معه أنا اليوم، بوجه له تحية أكيد لروني الأسمر، ونحن اليوم هلأ عم ننزل أغاني على سيستم السينجل. يعني بتحس انه السينجل بيوصل اكثر؟ يعني بيعطي حق الغنيه اكثر؟ صح، يعني اوقات نحن كنا ننزل البومات مثلا من ست اغاني او سبع اغاني، الناس تتعرف يمكن على ثلاث او اربع اغاني، انما اليوم اذا بتعتمدي سياسه السينجل انت عم تعطي حقها للغنيه من ناحيه الماركتينج والتسويق وكل شيء، فاكيد الغنيه بتوصل للناس بشكل افضل طبعا. ريان انت بتعتبر انه ببدايتك ما كانوا كثير مؤمنين العالم بموهبتك، حتى البعض راهن انه رح تفشل، مين هالاشخاص؟ حدا قريب حدا بعيد؟ والله صراحه ماني ذاكرهم بقى. ايه عرفتي الانسان ما بتطلع لورا، انا كل انسان بالحياه اليوم بالاخر ما في اجماع على ولا انسان، يعني مثل ما بيقولوا اجوا القديسين وصار في توافق عليهم، ففي ناس بتآمن فيك، في ناس ما بتآمن فيك، في ناس بتوقف حدك، في ناس بتتمنى لك الفشل، هيدي الدنيا يعني، بس في الاخر اللي ربنا معه واللي الله عطيه موهبه بده يقدر يكمل وبده يوصل للناس، وهيدي موهبه انا بعتبرها هيدي ربنا عطيني اياها لوصلها للناس، فالحمد لله ما بتطلع للناس اللي بتتمنى لي الفشل، اكيد في حذر منهم على طول، انما لا بالعكس انا عم بشتغل للناس اللي بتتمنى لي النجاح وبتحب تسمع لي اغاني. يا ليل غفي نجوم تركني لحالي سهران، لو تشكي لا مبلوم بعرف ناطر حياتي. هلا ما رح نحكي قلنا عن يلي الاشخاص يلي ما كانوا مؤمنين فيك، طيب مين يلي دعمك وقال لك شو بدك بحكي العالم وكمل وانت رح توصل؟
يعني في كثير ناس ما في انكر، اولهم مثلا انا انطلاقتي اول شيء كان من استوديو جو باروجان، هو الشخص اللي يمكن اطلقني. شركه روتانا طبعا اللي هي امنت بموهبتي ودعمتني ببدايتي، واللي عمروني الاسمر. يعني بتضلك تلاقي ناس بتامن بموهبتك وبتقف حدك وبتساندك. جنون بحبك هي ديو كانت مع امل حجازي. نعم. ومحبوبه تريو كان مع ايمن زبيب وزين العمر. نعم. شو بتتذكر من هالتجربتين؟ صراحه يمكن جنون بحبك بتعني لي اكثر، لانه اول شيء اكيد بوجه لها تحيه لامل. اليوم هي اختارت تمشي بطريق غير طريق الفن، وهذا شيء نحن كلنا بنحترمه اكيد، ونيالها. يعني كل انسان بيمشي بطريق الله هذا بيكون انسان محظوظ طبعا. هلا كلنا بنمشي، يعني مش انه كل واحد على طريقته صح. ف وكانت من الحان جان صليبه الله يرحمه، الله يرحمه. اللي كمان جان انا ما بدي انسى، يعني جان له فضل كثير كثير كبير علي ببدايتي، وخاصه من خلال اغنيه احلى غرام بنذكره بالخير والله يرحمه. فبالنسبه لي هالغنيه انا بتعني لي اكثر من التريو اللي انعمل، لانه انا بعتبر اليوم بعتبر انه هيدا التريو ما كان مناسب. ليه؟ يعني ما بعرف، ما كان في، يمكن اكيد بجلهم تحيه لايمن. يعني التريو احسن من تريو ولا ما لا ولا لا؟ ممكن الأشخاص. ممكن يكون في تريو، في تريويات كثير نجحت، بس ايه انه ما حسيت في كيمستري بيناتنا نحن كثلاث فنانين. يعني كل فنان ما بيشبه الثاني ابدا، فاكيد كلهم ناجحين وجلهم تحيه، بس انه ما حسيت في هالكومبينيشن اللي كانت، ما كانت مظبوطه. يعني كانت مع امل حجازي بالديو اللي عملته؟ لا بالديو بالعكس، انا ما عم اقول لك انه ما لقيت هالكومبينيشن يلي لقيتها مع امل. صح 100%. اصدقاء بالوسط الفني او لا؟ ما في اصدقاء بالوسط الفني. في اصدقاء برات الوسط الفني؟ اكيد في صداقه، اكيد. ليه طبعاً. ما في صداقه بالوسط الفني؟ ما في صداقات قليله، يعني بحسها قليله. شو شيء ما في فني؟ ما في عندي يعني اكيد بوجه لهم تحيه لكل الفنانين، وبعيدهم هلا كمان بمناسبه الاعياد، بس يعني انا على طول في فنان بحب اذكره لانه كان له موقف حلو كثير معي، هو زياد برجي، اللي بوجه له تحيه. بس كصداقات فنية ما بآمن فيها كثير. طيب في شيء خليك تنصدم بعالم الفن؟ هو بحد ذاته صدمة الفن، عالم الفن بتشوفي اشياء صدمة مش ايجابية هيدا. لا في قصص ايجابية اكيد، يعني الفن حلو كثير، يعني الفن بخليك تشوفي اشياء يمكن بتبرمي العالم، بتشوفي محبة الناس، بتفوت على كل بيت، النجاح حلو اكيد الفن حلو كثير، بس كمان مثل كل شيء بهالدنيا في قصص ايجابيات في قصص سلبيات، بس سلبياته شوي أكثر. غريبه عجيبه. طب ريان قد ايه الفنان بيتعرض لضغوطات؟ بيتعرض، لانه هو على طول نجاح حلو وصعب. يعني على طول هو بده يجرب يقنع الناس، بده يجرب رايه، يقنع راي العام، يقدم لهم شيء احلى من اللي مقدمه، بيعيش بقلق. هيدا حفلات بهمه تنجح حفلاته، يعني اكيد في ضغوطات، بس يمكن هيك كل هالضغوطات بتروح اذا شاف محبه الناس والنجاح. انت حريص على الاغنيه اللبنانيه اكيد، ومعظم الاغاني اللي ضربت لبنانيه، ليه ما في تعاونات مع ملحنين وكتاب من مصر مثلا؟ ما بتحس انه هذا بيخليك تنتشر اكثر؟ سبقتيني، هيدي اكسكلوزيف لكم، انه نحن هلا بصدد هلا نحن عم نسجل اغنيه مصريه، غنية حلوة كتير. أنت راضي على يلي وصلت له لهلا؟ أو بتحس حالك كنت شوي كسلان بمحل معين؟ هلا بمحلات أكيد أنا مسؤول، بمحلات ظروف الدنيا هي بتكون أقوى مني، بس أكيد ماني راضي. يعني الإنسان إذا راضي يعني خلص، يعني الإنسان بطل عنده طموح، وهون ببلش الفشل. نحن بدنا نضل طموحين، وبدي ضلني عم جرب اقدم احسن واحسن واحسن. هلا بالمستوى اللي عم بقدمه راضي فيه، انه انا ماني من الفنانين اللي بيمشوا بالموجات، عندي لوني الخاص، عندي اللون اللي الناس حبتني فيه اللي هو اللون الرومانسي.
بالكم اللي قدمته اكيد راضي، وبس اكيد بدي حابب اقدم اشياء اكثر بكثير. ان شاء الله 2022 هيك بتكون فاتحه خير عليك على الكل. شو الغنية اللي بتخليك تتذكر هيك مرحلة البدايات أو المرحلة هيك اللي كتير نعرف فيها ريان؟ أحلى غرام هي، أنا مش قادر أنسى غيابة، هي كانت بداية بعدنا منرددها لهلأ. ومؤخراً كمان عملت غنية فوتت فيها، عملت ميكس لأحلى غرام فوتنا فيها، ذكرنا الناس فيها لأنه أنا بعدت فترة، فكمان هيدي يعني نجحت من وراء كمان فينا نقول أحلى غرام، كانت حلوة كتير يعني. فأكيد هيدي الأغنية هي اللي طبعتني عند الناس. أنت وين من السوشيال ميديا؟ كنت بعيد كتير. بس هلأ لا هلأ عم نحسن حالي لأنه اليوم صار ضرورة. بتعتبرها هيك إضافة للفنان شوي، بتخليه يقرب من العالم اللي بتحبه، بتخليه يقرب من الفانز، بتخليه يشوفوه على طبيعته أكتر؟ أكيد، بس مش إنه يكون أوفر يعني، لا إنه يفرج الناس اللي لازم يفرجوني، أكيد يفرجون حياتهم اليومية كيف إنه الفنان كمان مثله مثل هالناس بيمارس حياته الطبيعية مثل هالناس. مثلنا مثله يعني. صح أكيد. ريان أنت درست محامي كنا عم نحكي قبل. حقوق صح. أي. طب شو جايبك على الفن؟ يعني كل واحد شيء يعني وقفت ودرست المحاماه يعني، او مثلا هلا بتقول انه والله السنه ما عبالي غني رح لا بدنا هيك يعني لا الفن انه فيك هيك تفوتي فيه تتسلي، ولا مهنه يعني المحاماه اذا انا بدي اتجه على المحاماه هي بالعكس نهنيتهم بعتبرهم. انا بالنسبه لي أنا كنت مبلش جامعة أول سنة وبلشت فن، فبتعرفي وقتها بلشنا جامعة فن وهيك خلص. واحد بيدوش ولد صغير ودغري بينعرف وبينشهر، فتركت بيدوش. الجامعة واتجهت وغنيت، بس خلص عقدي أو صارت تم الفسخ بالعقد، وشفت هيك إنه ما عندي شيء أعمله مفيد، يمكن قلت خليني أكمل دراستي. كنت مقرر يمكن ابتعد كليا عن الفن، بس وتخرجت بال 2014، بس ما قدرت يعني ما جربت. مش معقول شي نهار توقف الفن وترجع. جربت ما قدرت، جربت يعني حتى جربت اتجه لمهنة المحاماة، بس ما خلص الفن. حسيت انه انت بتلاقي حالك بالفن اكثر. صح. ريان بتعرف الفانز بحبوا يعرفوا شوي يفوتوا بحياة الشخصية تبع الفنان، كل العالم عندهم الحشرية، وانت كثير مبعد، ليه هالقد مبعد حياتك الشخصية عن العالم وعن العلن؟ لا انا حياتي الشخصيه بالعكس يعني، انا من الناس اللي كتير بنزل وبتلاقي مع الناس، ماني انسان كتير غايب عن العالم. يعني بتلاقي مع الناس وهيك اوكي، بس العالم بدهم يعرفوا. لا قال لك ليش؟ انه انا بوعى بكير اول شيء. اوكي كنا عم نحكي قبل كنا بالموضوع انه انا بوعى بكير وبنزل على سبور وبقوم بجي بطبخ بهتم ببي وعادي ماني عايش ابدا هيدي الحياة فما عندي شيء خصوصي يعني، وبجي بالليل بحب احضر بتابع اخبار، بتابع فوتبول، بحب الرياضة. هلا برأيي هن مش هيك عبالهم يعرفوا، انا عبالهم يعرفوا مين الشريكة هيك المثالية لريان يعني. ما في شيء هلا، ما في شيء، ما في حدا بحياة ريان يعني. بنقول لك كل المعجبات ريان سينجل. سينجل. طيب شو مواصفات الشريكة المثالية؟ يعني كل انسان بيكون عنده تخيل لشريكه حياته، بس ولا واحد قدر بيوصل. طب تقريبا انصدموا كلهم بالاخر. يعني شو قصتك يا ريان؟ لا بس اكيد انا بيهمني انه تكون في احترام بيني وبينها، ويكون في، لانه الحب هو بيكون اول فتره، بعدين بصير بيتغير لاحترام لمحبه وهذا بيخلي الحب عايش. اكيد تكون نقدر نربي أولادنا صح أنا وإياها، ونهتم بأمور الحياة العامية أكثر من القصص وشور الحياة. لمين غنيت أنا مش قادر أنسى غيابك؟ هلأ هي ما في حدا شخص معين، إنما هي أنا كاتبها الأغنية، بس كان حب مراهقة. حلو حب المراهقة. أكيد بيبقى بريء كتير. كل شيء وقته حلو، كل شيء وقته حلو. احنا هلا بال 2022 بدي عايدك وبدنا نحكي شوي عن حفلاتك على راس السنه، كيف كانت؟ بدك تخبرنا. اكيد انا كنت بالاطلال بلازا، كانت حفله رائعه جدا.
الحمد لله. وتاني يوم كنا بقبرص، كمان حفلة كانت ناجحة جدا والحمد لله. إن شاء الله يا رب هيك كل منضلنا بلبنان وبنرجع نعمل حفلات بلبنان وبكل الدول العربية وبكل العالم، بس بداية من لبنان. إن شاء الله يا رب هيك هالسنة بتحمل خير لبلدنا، وإن شاء الله كل هالمشاكل وكل هالتعب والظلم والمآسي اللي عم بيشوف عم بيعيشوها المواطنين والناس اللي عايشين بلبنان تخلص هالسنة، ونرجع نشوف هيك بلدنا مثل ما نحن نحلم نشوفه. شو مشاريعك بال 2022؟ بلشت تحط اكيد هلا في الاغنية المصرية اللي رح تصدر قريبا ان شاء الله، واكيد عنا اغاني جديدة وعنا حفلات واطلالات جديدة ان شاء الله، انترفيوز بنقدر نعمل انترفيوز ان شاء الله. ادمان ادمان هالرفقة حدك لا تروح بركان عم يغلب شو الشيء اللي ندمت عليه بال 2021 وما ممكن تعيده بال 2022؟ بصراحة ما في شيء ندمت عليه، يعني ما أنا ماني من الناس اللي كتير بيندموا، بالعكس إذا غلطت جرب صلح، جرب صلح وبجرب أتعلم منه. أكيد كان عندي أخطاء، كل إنسان عنده أخطاء، بعد ما مثل ما بيقولوا ما عملنا جردة الحساب. وكمان هلا بالاضافه لهالشيء كمان بدي اذكر انه نحن ان شاء الله عندنا سفر رح يكون باخرة فاكانزا تو، ايه هيدي للفالنتاين ان شاء الله، واكيد بوجه له تحيه لزافان اللي هو صاحب المشروع، ولجيرو كمان بوجه لهم تحيه، وان شاء الله تكون سنه خير ان شاء الله يا رب علينا وعلى الجميع باذن الله. طب هلا شو بدنا نعمل؟ قول أكثر شو بدنا نعمل، خبرنا اللي بدكم يعني. وبنحكي عن الغنية نحن وهيدا، بدك تطبخ لنا؟ يلا نطبخ أكيد. أنت بتطبخ؟ بتحب تطبخ؟ إيه. شو هيدا يا شيف ريان؟ شو هيدا؟ إيه يلا رح تاكله. رح تاكلوا يعني بيتزا؟ معقول تفكر تفتح مطعم؟ انا بالمستقبل اذا بدي اعمل بزنس ايه، يعني بحب افتح شغله. هلا بدنا نشوف، ما بعرف انت هلا بدنا هيدا. انا بدي ذوق بلا بس بيساعدونا الشباب. شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل هلأ بيتزا؟ ايه هلا كله جاهز. محضرين لنا كل شيء هون. نعم. يلا خبرنا، عم تعجن العجينه؟ ايه عم نعجن العجينه هلا، بنحط الصوص وكذا والخضار مديناها محاشي كلها ومنحطها بالفرن، وبتدوقوها وبتعطونا رايكم. رح نعطي راينا حتى اذا ما كان طيب رح نقول مش طيب. اكيد طبعا طبعا. طب هيك عم تحضر انت هلا العجينه؟ نعم. بدك تخبرني شوي عن الغنيه الجديده اللي عم تعملها، قلت لي مصريه؟ نعم اسمها ما يستاهلش. ما يستاهلش نعم. هي من الحان مصطفى محفوظ. غنية حلوة كتير، ستيل اللي أنا بحبه، يعني الستيل الرومانسي اللي فيه الطرب. شو موضوعها؟ عن حدا ما بيستاهل؟ بتقول ما يستاهلش دقيقة فكر تاني فيه، ولا حتى راجع نفسي هو غلط فيه، أصل اللي جرح فيا بدل المرة ألف، صعب انه يبقى عليا مهما عملت لي، خد مني وقت والف فرصة عملتها له، ضيعها هو في ايده، طب وده يرضي مين؟ حاولت اغير منه بس ما خدش باله، ما هو لو ساعدنا أنا كنت أستحمل سنين. يعني هذا حدا مزعلنا؟ ايه حدا مزعلنا. معقول تعملها كليب؟ أكيد، وراح تشوفوها أكيد على MTV. أكيد طبعاً طبعاً. طب يلا 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 رح زحلك احسن ما يلا. ايوه وايدي
اطيب بيتزا. شو هالبيتزا هي؟ طبيعي طبيعي. يعني بدنا ننهي نحن لانه بدنا ناكل بيتزا، بدك تقطع لنا اياها؟ بقطع لكم اياها. انا بدي اشكرك كثير على الانترفيو الحلو وعلى البيتزا اللي رح ناكلها. اهلا وسهلا فيك. بتمنى لك التوفيق وما تغيب كثير علينا، ايه؟ لا لا ما خلص. ما تطول غيبه. انا معكم على طول نحن. خلاص؟ يلا. بون ابيتي. ميرسي. لهون بتخلص حلقتنا لليوم مع الفنان ريان، مع جولة من الماضي والحاضر ومشاريعه المستقبلية، مسيرة صاخبة بالأحداث والتحديات. منلتقي الأسبوع الجاي مع ضيف جديد من All Access.